عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب، اللي من خلاله ننقل لكم بالصوت والصورة أبرز الفعاليات والأحداث التي تجري على أرض الدولة. حياك الله يا سالم. حياك الله يا حمد، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي سوف نناقش من خلالها مواضيع اقتصادية واجتماعية مع ضيوف مميزين هنا في الاستديو. في البداية مشاهدينا الكرام، بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير لبلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، لا سيما الأزمة الخليجية، والمساعي والجهود المبذولة لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الدبلوماسية، حيث ثمن الطرفان وساطة دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة. كما تناولت المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، العمل على الحد من هذه الآفة التي تهدد أمن المنطقة، وذلك من خلال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربتها بكافة صورها وأشكالها ومصادر تمويلها. كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وفي هذا الشأن تناول الجانبين مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. نعم، وقد حضر الجلسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء، فيما حضرها من الجانب التركي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس أردوغان. في موضوع آخر ومن منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا بعنوان حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين. تفاصيل بنشوفها في هذا التقرير. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين مؤتمرا دوليا تحت عنوان حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر. يأتي هذا المؤتمر والذي تشارك فيه ما يزيد عن 200 منظمة دولية حقوقية وإعلامية، وهو أكبر دليل على وقوف هذه المنظمات ضد أي إملاءات وأي مطالبات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى تقيد حرية الرأي والتعبير. فوجود مثل هذه المنظمات وما يزيد عن 200 منظمة دولية على رأسها منظمة Human Rights Watch والمفوضية السامية لحقوق الإنسان دليل على أهمية هذا المؤتمر ووقوف هذا المؤتمر والمؤتمرون مع دولة قطر و ضد هذه المطالب التي تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وتنتهك حرية الرأي والتعبير. يأتي هذا المؤتمر لمواجهة ما يعترض حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات وتبادلها. مؤتمر حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر جاء في وقت مهم جدا وحساس في ظل ما يواجه الإعلاميين خاصة في دول الحصار من كبت ومن تضييق ومن أحيانا ابتزاز لكي يكسبوا هؤلاء الصحفيين في صفهم، وكذلك طبعا حجب الجزيرة قناة الرأي والرأي الآخر مما يشكل اختراع أو خلينا نقول انتهاك لحق الأفراد في الحصول على الخبر. يهدف المؤتمر إلى حماية الصحفيين ودعمهم سبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة.
وبعد ذلك ننتقل مشاهدينا إلى إطار الفعاليات المستمرة لتدشين جداريات تميم المجد، حيث دشنت هيئة تنظيم الاتصالات جداريتها وسط حضور ومشاركة واسعة. في وقفة تعبيرية تجدد الولاء والدعم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دشنت هيئة تنظيم الاتصالات جدارية تميم المجد بحضور السيد محمد علي المناعي رئيس الهيئة وجميع الموظفين الذين أبدوا تضامنهم بكتابة كلمات الحب والولاء لقطر وأميرها. جدارية الشيخ تميم أمير دولة قطر الله يحفظه هي بدأت من أول الأحداث وكانت علامة دارجة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة، وبدأ يتبادر لها الشعب القطري إن هم يروحون يتسابقون في إن هم يعبرون عن ولائهم لدولة قطر ولسمو الشيخ تميم حفظه الله. طبعا احنا في الهيئه جزء لدى جزء من الاجهزه الحكوميه، حبينا ان احنا نجيبها هني للموظفين نسعدهم ونفرحهم ونخليهم ايضا بالنسبه للموظفين القطريين والغير قطريين يعبرون عن مواقفهم وعن ولائهم لدوله قطر. وتأتي جدارية هيئة تنظيم الاتصالات مثلها مثل الجداريات التي تنصب كل يوم في كافة أرجاء الدولة ومؤسساتها لتكون خير تعبير عن الدعم الشعبي للقيادة الرشيدة. وفي نفس الإطار دشن آل مسلم جدارية في منطقة مدينة خليفة الشمالية، خلونا نتابع معكم جدارية آل مسلم. أهالي مدينة خليفة الشمالية كانوا على موعد مع تدشين جدارية للتعبير عن الحب والولاء لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما أشادوا بخطاب سموه الأخير وما حمله من معاني وعبر. حبنا لأميرنا وحبنا لوطننا يملي علينا أن احنا يعني نقدم الولاء والطاعة لسمو الأمير ولهذه الحكومة الرشيدة. وإحنا أنا اليوم بتكلم عن خطاب سمو سيد الأمير. الخطاب هذا كان درس في الأخلاق، درس في الكرم، درس في التسامح، درس في كل مثل عربي أصيل. اليوم ندل هذا، فهذه المحنة دلت على ترابط أهل قطر، حبهم لأميرهم، حبهم لوطنهم. كلنا بصفة عامة الشعب القطري والمقيمين على أرض هذا الوطن الطيبة لنا الشرف أن حنا نوقع على الجدارية الخاصة بسمو الأمير، فهذا أبسط شيء نقدمه للوطن واحنا جنود الوطن في هذه وفي غير هذه. احنا دائما جنود للوطن، احنا وعيالنا. هذا اقل تعبير احنا نقدمه كاهل قطر، يعني نحط هاي اللوحه في مدينه خليفه الشماليه، فهذا يكفينا. والصراحه خطاب سيدي سمو الامير يعني هو تلخص في شيئين، انتصرت الاخلاق فيه وانتصر الثبات القطري فيه. وجزاك الله خير يا سيدي سمو الامير، واحنا معاك قلبا وغالبا. وتشهد التوقيعات والتعبيرات المختلفة على إصرار الأهالي والمقيمين في كافة مناطق الدولة على المشاركة في هذه الجداريات. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وعقب الفاصل نتابع ما تبقى من حلقة الترحيب، خلكم معنا. هل
حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل معكم إلى موضوع آخر، موضوع الدواء. الدواء من أهم العناصر الضرورية لأي مجتمع، وهو ما يستوجب ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الطبي وإقامة مصانع محلية لإنتاج الأدوية الأكثر استهلاكا في قطر. للمزيد حول أهمية استثمار القطاع الخاص في مجال صناعة الأدوية، معنا في الاستديو الدكتور أحمد سليطي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما. يا مرحبا ومساء بك دكتور، حياك الله معنا. الله يحييك. حياك الله يا دكتور، سعداء بتواجدك. دكتور، نبغى نتكلم في البداية عن يعني قدرة الدولة على تحقيق نسبة عالية جدا من الاكتفاء الذاتي من الأدوية. هل في نسبة عالية ولا ما في اكتفاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اذا بتسمح لي في البدايه نقتبس من خطاب السامي لحضره صاحب السمو، فتح اقتصادنا للاستثمار في الدواء لانتاج دوائنا وغذائنا. وان شاء الله بالنسبه خلينا نتكلم عن قطر فارما. قطر فارما ننتج كثير من الادويه، خاصه في فتره الحصار الحمد لله قدرنا نقضي كثير من الادويه اللي كانت نستوردها من بعض الدول. الان الحمد لله صرنا نقضي كثير من الادويه الموجوده، لكن تعرف قطاع الدواء قطاع كبير. وتتكلم عن يمكن مغارب 1500 نوع من الادويه يدخل عندنا هنا في قطر. صحيح. وبتراكيز مختلفه، لكن يعني بدينا خطوه والحمد لله ان شاء الله خلال فتره راح يكون ان شاء الله هناك اكتفاء ذاتي في الدوله باذن الله. يعني خلال سنه تقريبا ان شاء الله بيكون في اكتفاء؟ او والله مو بسنه، لان الصناعه الدوائيه صناعه منتج يعني. منتج واحد تاخذ لك سنه تعمل عليه دراسات. فيعني يحتاج وقت، لكن القطاع مثل ما اقول قطاع كبير يحتاج لاكثر من مصنع، مصانع كثيره. احنا حاليا في قطر فارما عندنا 3 مصانع، وان شاء الله راح تكون في اكثر بالنسبه. الله يوفقكم ان شاء الله. دكتور، اهميه هذا الدعم للقطاع الخاص للاستثمار وبالاخص في مجال الادويه اهميه كبيره، لو نتكلم عن هذا الدعم ومدى تاثيره ايضا على الصناعه. هو صناعه الدواء يحتاج دعم، ودعم كبير، لانها صناعه فعلا وعره، تحتاج تنتج في البداية، تفتح المصنع، تأخذ عليه ممارسة التصنيع الجيد لغاية ما تبتدي الإنتاج، تأخذ لك سنتين من افتتاح المصنع، تدفع رواتب وتدفع أمور كثيرة. فيحتاج إلى إنشاء مصانع جديدة، يحتاج أول حاجة نقوي المصانع الموجودة عندنا سواء قطر فارما أو في مصنع آخر، نقوي المصانع اللي عندنا، نعطيها أكثر دعم. وبالمناسبة أمس كان عندنا اجتماع مع معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر، وأنشأ لجنة من الصناعيين لدعم الصناعة بشكل عام، القذاء والدواء وجميع المصانع. احنا لما نتكلم عن قذاء والدواء هي صناعة مكتملة، يعني أنا راح أنتج القذاء والدواء لكن لسه هحتاج الكرتون، هحتاج الليبل، حنحتاج الباكج. ما هذا اللي أتكلم عنه دكتور، إيش الدعم المطلوب مادي؟ هو أمور كثيرة، هو طبعا محتاج دعم في الحوافز، لأن على أساس احنا نقول لا تنسون اليوم احنا نقوم بكل الدور وبكرة الأمور إن شاء الله الزين وتنسونا، لا، احنا يحتاج ان الدعم متكامل يكون في دعم من اجهزه، من خبراء، من احنا هاي الدوله صعب ان هي تنشئ كل المصانع، لكن الدوله ممكن تدعم المصانع الموجوده من الحوافز، تقليل رسوم قيمه الارض، الاجارات فعلا جدا غاليه، تقليل رسوم الكهرباء، رسوم الماء، رسوم الغاز، احنا نستعمل الغاز الطبيعي في المصنع، فلازم نحتاج الرسوم تنزل شوي، او تحتاج مصنع غاز يعني مصغر حق لا الحمد لله احنا في المنطقه الصناعيه والمتوسط الصناعيه الصغيره المتوسطه يوجد خط انبوب موصل كامل لكل المنطقه، كل منطقه، فالمنطقه موصله بخطوط انتاج مكتمله فيه بالنسبه للغاز الطبيعي. فالغاز الطبيعي واصل عندنا من نعم الحمد لله حق الدوله إلى الدولة الحمد لله. بس إحنا نحتاج دعم في هذه الحوافز، الأجارات مثلا، أجار الأراضي، القيمة، حتى الإقامات. ما شاء الله قطر فارما إحنا عندنا مغارب 230 موظف، 230 رقم كبير، عساس تنافس وتعطي خدمة أفضل أكثر. لأن خاصة المواد الأولية كلها تجينا من أوروبا، فمكلفة عملية الشحن اليوم تصدير للدول بعد هي مكلفة، لكن الأمور الحمد لله تيسر جالسة فيها إن شاء الله. وأكيد أن عقب خطاب سمو الأمير كل الجهات الرسمية راح تعاون معكم، بالذات في مجال مثل صناعة الدواء، مجال مهم جدا. صحيح. ولو تحسب أعتقد ما في يمكن مصنعكم مصنع ثاني أو. صحيح. كم مصنع؟ في حالة سامي يقول كم مصنع؟ إحنا حاليا مصنعين في الدوحة بشكل عام. الدوحة بشكل عام. نعم. مصنعين. مصنعين. طيب لو واحد مقبل على إنه يفتح مصنع أدوية، هل صعب عليه ولا يكون لا
تخصص معين؟ والله ما في شيء صعب علينا في قطر، يعني ممكن ننشئ مصانع كثيرة، لكن احتياجات البلد، يحتاج احتياجات البلد، في كثير من الأدوية نحتاجها. لما افترض أن احنا نركز على هذه الأمور، أرجع مرة ثانية، اللجنة اللي انشأت أمس من معالي رئيس مجلس الوزراء، اللجنة بتكون ممتازة جدا، فيها تخفف ودعم على الصناعة بشكل عام، أدوية وغذاء وجميع الأمور، لأن احنا كلنا كصناعة مرتبطين مع بعض، ما هو بغذاء ودواء بس، أساس ما نكون احنا ماخذين جزء كبير. نعم، لكن أنتم هذا اهتمامكم تقريبا. احنا اهتمامنا صناعة الدواء دواء، لكن أمور كثيرة نشتريها من برا، نشتري الكرتون، نشتري الليبل، التغليف الخارجي، أشياء كثيرة نحتاجها، تجيك كاملة في علبتها، في هذا اللي أقصده. أنا أتكلم عن 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 أكثر دواء مستهلك في قطر. هو شوف المحاليل الوريدية اللي احنا ننتجها هي للحياة، يعني تاخذها من اول ما يدخل المريض لازم يعطي اللي هي في الوريد. نعم، هذه من اهم الأدوية، بالإضافة للأدوية المكملات الغذائية او اقصد المضادات الحيوية، مثل أدويات الضغط، السكر، كثير من الأدوية اللي هي مطلوبة، أدوية القلب، هذه اللي عليها اكثر استعمال او يحتاجها الاكثر. في احنا المضادات الحيويه ننتج جزء منها، المحاليل الورديه ننتجها كامله الحمد لله، الضغط والسكر احنا ما بدينا لحد الان في انتاج الحبوب او الكبسوله، ان شاء الله هذا في الخط الانتاج الجديد باذن الله. ان شاء الله نبغي الجديد، الخط الجديد بيكون مثل ما تكمله اللي قلته، بيكون حبوب الضغط والسكر. اي نعم، احنا حاليا عندنا مصنعين تحت الانشاء، عندنا مصنع ننتج الانسولين اللي هو ان شاء الله راح يكون بالنسبه للامراض السكر، بالاضافه الى الاورام بعيد الشر بالنسبه للاورام، وراح يكون من ضمنها لانه فيها حبوب مال التابلت، راح يكون فيها ضغط وسكر وبنادول والاشياء هذه اللي احنا نحتاجها في البلد. يعني بتغطون ان شاء الله اللي هو السوق المحلي ان شاء الله، احنا السوق المحلي وتصدير، يعني احنا الحمد لله ما زلنا. هذا اللي نذكره عندك في اخر لقاء او قبل اللقاء الاخير، ان انتم صرتوا تصدرون برا الحمد لله. احنا في السابق كنا ما يقارب 90% من انتاجنا تصدير، نقضي احتياجات الدوله ونصدر. نعم الحمد لله. انا اتوقع ان هذه انها نقله، اذا انا اصدر بمعنى اني انا فعلا قدرت اغطي حاجه السوق الداخليه. الحمد لله، فهذا تقريبا انجاز، او بالاصح انجاز يعتبر ويحسب لكم، ولكن يمكن ان تنوع الادويه اصبح الان ضروره ملحه، ان يكون هناك تنوع أدوية في احنا ننتج في قطر فارما، ننتج 400 صنف تراكيز مختلفة، مع التراكيز المختلفة يوصل لغاية 800 ما شاء الله، من المحاليل الوردية، من المضادات الحيوية، قطرات العيون، البنادول ننتج الشراب، لكن كتابلت او حبوب او كبسول لحد الان ما بدينا فيها، لكن كشراب ننتج الشراب. ايش فرقها عن الحبوب الشراب عن الحبوب؟ يختلف، دائما الشراب ياخذ الاطفال صح، لكن الحبوب ياخذ التصنيع. أنا أقصد في التصنيع، لا يحتاج يحتاج لخطوط إنتاج. طبعًا هو شوف أصعب شيء اللي هي المضادات اللي هي المحاليل الوريدية، لأن منطقة معقمة كلاس A هي اللي أعلى درجة، هي أصعب شيء. أصعب شيء. فإحنا حاليًا الثاني، إيه لأن في الوريد ما فيها في المجال للخطأ، ما فيها رجعة. نعم. فلكن الحمد لله إحنا محافظين على الجودة، محافظين على وفي مراقبة دائمة من وزارة الصحة وتعاون، فالحمد لله الأمور طيبة فيه. يعني قطر فارما الله يوفقكم تسعى للشمولية إن شاء الله، شمولية بالإضافة إلى إحنا راح حالياً أوريدي حصلنا على CE اللي هو سيرتيفيكت أوف يوروب، راح نبتدي نصدر لأوروبا، فكثير من منتجاتنا خاصة قطرات العيون، مضادات الحيوية، مخفض للحراره مثل برستامول، هذا ان شاء الله راح نبتدي نصدرها على اوروبا باذن الله. في خطه موضوعه لقطر فارما خلال السنوات المقبله انها تكون في مبدا الشمول بانتاج جميع الادويه؟ والله ان شاء الله، تعرف ان انت تنتج كل الادويه، لكن هي لان كل مصنع تنتجه لمراحل معينه في الصناعه، ما تقدر تنتج كلهم، وفعلا الصناعه مكلفه جدا، يحتاج لها دعم، يحتاج لها رعايه، يحتاج منها بعد الدولة تشتري اللي احنا ننتجه، ما ننتج ونمعارك على نبيع وتلاعب، هذه هي مشكلة. احنا ما ننتج في قطر فارما انتاج ونخزن، لكن ننتج على الطلب. في المستقبل بإذن الله تعالى بيكون فيه مجموعة قطر فارما ان شاء الله، ان شاء الله جميع الأدوية في المستقبل ان شاء الله، ان شاء الله يكملون العيال ان شاء الله، ان شاء الله بإذن الله. بس بحط انا ملاحظة بين على الطلب،
هل بمعنى أن التواصل مع المستشفيات سواء كانت العامة أو الخاصة بناء على حاجتهم تواصل شهري، تواصل يومي، تواصل أسبوعي؟ هي دائما مثل مؤسسة حمد يكون عندها عارفة الاحتياجات خلال السنة وتطرح مناقصة خلال سنة كاملة، خلال سنة كاملة تطرح سنة كاملة توريد موزع، يعني يعني كل ثلاث شهور أو كل ثلاث شهور. نعم مناقصة. احنا نقول لازم مفترض أي مناقصة فيها موجود منتج فيها قطر، وهذا توجيه من سمو الأمير. نعم. ولقيناه من معالي رئيس مجلس الوزراء، لازم تأخذ من قطر فارما. صحيح. وهذا إذا كان ما في دعم، هذا نوع من الدعم. إذا ما في منتج خاصة أنه جودة ومرخص قطري من وزارة الصحة وقطري ومتواجد وخاضع للمواصفات والقياسات، يعني خاضع لها ومعديها، ما في شك. صح. إحنا مقطين، كنا نقطين كثير من الدول وما زلنا نقطين الحمد لله كثير من الدول، وتونا جديد إحنا واقعين أسبوع اللي طاف أن إحنا راح نبتدي نورد إن شاء الله لدولة لبنان، فنفس الشيء. هذا جزء من المصنع اللقطات اللي ممكن تشوفها على الهواء. اي نعم، هذه منطقة الميكروبيولوجي، هنا منطقة التحليل، دائما نعمل الدراسات الثباتية. أي منتج ينتج يجلس فترة. نعم. هذا صيدلية حمد أعتقد. نعم. أي منتج ينتج لازم يجلس فترة 14 يوم. نعم. وقت الحجز. نعم. ومن بعدها يبتدي بعد وقت الحجز. إيه، هو مثل يعني لازم أي منتج ينتج في منطقة كارنتاين يجلس 14 يوم لغاية ما يخلص عليه الاختبارات. بعد الاختبارات نبتدي إحنا بيعه. قبل. نعم. 14 يوم ما تطلع نتيجة الاختبار ما يتم بيعه. على أساس تشوفون إذا في خلل أو التركيبة ماركبة أو شيء. إحنا نعطي فرصة إنه لو تطلع فيه مكروب يطلع أو يطلع أي حاجة يبين فيه خلال فترة 14 يوم. نعم. فإذا ما طلع شيء يكون سليم الحمد لله، من بداية المشروع ما عندنا أي مشاكل بإذن الله. يكون على الكمية. إيه نعم. أكيد طبعا. أي باتش يعني كل تشغيله لازم يتم عملية هذه الصورة. يحاسبون يعني لو خطأ أو شيء يتم المحاسبة. لا مو محاسبة، هي إحنا نحاسب قبل الوريد. لا يعني. إيه، لأن المريض يمكن أخوي ولدي هالي جماعة بالضبط. إحنا يعني ما يطلع شيء من عندنا إلا في مراحل جودة، لازم يمر بهذه المراحل كلها. مراعين الله يعني في هذا الموضوع. إيه وما قري فيه بعد. الله يجزاكم خير. إحنا بنتكلم أبو محمد. سلام. هاي المرحلة الجاية خطة جديدة. لا موجود. موجود. نبي حق سالم. يا بشر. أبو محمد نبي نتكلم على الخطة الجديدة اللي إن شاء الله تعالى راح دشنونه اللي هو في المصنع. وحجم هذا الخط الجديد إن شاء الله. إحنا افتتحت وزيرة الصحة من شهرين اللي طافوا خط جديد الإنتاج، أربع خطوط إنتاج، كان خط إنتاج قطرات العين. أي. والاستعمال مرة واحدة خطرة العيون، وكذلك فيه الإنتاج الجلاس وإنتاج محاليل الخمسة لتر الكبيرة اللي هي موجودة، بالإضافة إلى عندنا خطوط إنتاج البلاستيك. إحنا في السابق كنا نجيب البلاستيك الجراكن وهذه نجيبها من خارج قطر، حاليا صنعها صرنا في قطر، خاصة أن هذه المادة الأولية البوليثيلين هاي دنسيتي يتصنع في قابكو. نعم. موجود في قطر. نعم. وتم إرسالها لكم في المصنع. نصنع إحنا في المصنع. الله يوفقك. زين، أنا أبي أرجع للمحلول نفسه، كم يستغرق من وقت لصناعة المحلول؟ طبعا هو يبتدي من منطقه معالجه محطه معالجه المياه، بعدها يتحول يشلوا منه المعادن والاملاح وياخذ هذه الفتره طبعا يصفونه. طبعا هاي الفتره شغال على طول 24 ساعه، يعني دائما يخلص منه يدخل في التانكي، يجلس في التانكي يمكن على درجه حراره 85 لغايه ما يروح منطقه التحضير. لمده كم في التانكي؟ التانكي هو متحرك طول المبنى، يروح على ويرجع، مع أساس لو تم راكد بيسبب مشكلة. فهو أنا أتكلم يعني 24 ساعة، خلال 24 ساعة 24 ساعة المصنع شغال 24 ساعة الحمد لله. نعم. فهو يعبي التانك ومنها يعبي يروح على منطقة تحضير، غرفة ثانية خاصة بالسوليوشن بالبريشن، هي لتحضير سواء المحلول أو شيء. بعد ما يتحضر هنا طبعا يوزن في منطقة ميزان، أخذ ما أدري إذا موجود الصورة. منطقة ميزان يوزن فيها الكميات المطلوبة على حسب أتوقع هذا بعد ما أوزن حطه يوديه على هاي المنطقة اللي هي التحضير. وش أهمية الوزن؟ أساس تعرف الكميات الموجودة يعني عشان يتم توزيعها يعني. لا لا لا. نعم. كمية أوقات المنتج نفسه يتكون من حوالي خمس منتجات مع بعض متجانسة مع بعض. إيه، فأنت تحط خمسة لها ميزان ولها معيار وكلها مثل ما تشوف كلها كمبيوتر. هنا بعد ما خلص هذه محاليل، كلها محاليل. محاليل. نعم، هذا محاليل اللي هو القوارير، وفي عندنا الباق نفسه
وفي الجلاس وفي الأمبول، خطوط مختلفة. فهي المنطقة اللي احنا في هذا المصنع اللي احنا نشوفه فيه سبع خطوط إنتاج، وكلها مطلوبة في الدوحة كلها مطلوبة الحمد لله. نعم. وفي نفس الوقت تصدروا منها خارجية. نعم طبعا لأن الإنتاج كبير في المصنع. نعم. فالزائد دائما احنا كلها نطلعها. كم عمر الشركة؟ بدينا التصنيع في 2009. 2009 تقريبا. نعم. ما يقارب 9 سنوات. 9 سنوات الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. بدينا بخطين إنتاج، الآن عندنا 14 خط إنتاج. وين كانت الوجهة الأولى بالنسبة للمواد الخام؟ المواد الخام يعني احنا ما نبي نسوق للمواد الشركات اللي نشتغل لا بس نتكلم عن البلد يعني. اي مثلا صوديوم كلورايد نجيبه اللي هو الملح، لان درجه الملح لازم يكون صيدلاني اللي هو فارماسيتيكال جريد، نجيبه من بلجيم، من بلجيكا. بلجيكا نعم. البولي ايثيلين اللي نسوي منه القوارير هذه نفسها نجيبه من بازل، منطقه بازل. مع ان على فكره هذا البولي ايثيلين يشترونه من عندنا، يروح هناك يسوون له تريتمنت يخلونه صيدلاني ويرجعونه يبيعون اياه. طيب نحاول نحاول معاه ما نقدر نتحكم فيه احنا هنا يعني، هم تعرف هنا معاهم الشريك اذا يقدر يخليه معقم او لا، فلا احنا نحتاجه معقم يكون. وبتكون التكلفه اقل اتوقع. طبعا اكيد احنا نشتري هنا بس الجراكن، ما ادري اذا مبين في الصوره الجراكن نفسه. مع الحديث بيطلع الجراكن نفسه نصنعها هنا نصنعها في قطر. اي نعم، خاصه لمحلي الغسيل الكلى، لان الهاي دنسيتي بوليثيلين موجود في قطر في قابكو وفارماسيتيكال جريد. هذه الباج نفسها هذا هنا تدخل، بعد هنا تدخل منطقه على اساس يروح منطقه التعقيم. الباج نفسه الباج احنا نسويها. نعم. يعني جميل. نسويها وطباعه ويسجل عليها رقم الباج، عقب تروح تتعقم على درجه حراره 121، تاكد ان ما يكون فيها اي حاجه. بعد ما تطلع من هاي المرحله يكون عمليه الفحص بالنظر لكلها، او الحاجه ليك تست، متاكد ان هي ما في ما يكون فيها اي ليك او فيها حاجه. نعم. بعدها تروح في منطقه الحجر لمده 14 يوم لغايه ما يبين من الميكروبيولوجي، هو لانه يزرعها يتاكد ان ما فيها اي شيء، تكون خاليه. اجراءات طويله جدا يعني، لكل قد. وبعدين يعني اللي اشوف الموضوع انها فيها دقه غير طبيعيه. لا ادويه ما فيها، وخاصه ان هاي ممكن التابلت اقل شوي، لكن هاي منطقه لانها معقمه، جرعات طويله، دخول. تعرف احنا اللي دش منطقه المعقمه لازم ناخذ له بصمه كل يوم. نتاكد انه لو صار شيء لا قدر الله نعرف من وين جاي هذا. انت يوم تقول انه في الوريد ما في مجال للخطا فيها، حمد يقول انت تراعون الله فيها. اكيد. انا اتذكر مثلا انا في الوريد وفيها خطوره وفيها فعلاً. امر مش طبيعي. هي بسيطه. لا جدا والله بسيطه. نعم صح. دكتور طلع الحين واحنا نسولف، في حالة أن الدولة قررت إنتاج نوع معين من الأدوية، طبعا مش مهوب عندكم في المصنع، تقدرون تسوونه أو كم يبغيكم وقت عشان تنتجونه؟ هو شوف دائما الإنتاج يأخذ له وقت، لأن توجد مصدر المواد الأولية، المواد الأولية هذه دائما تجيبها يكون عليها موافقة الـ FDA الأمريكي، أو تكون يعني على ستاندر معين ما تقدر تجيب منها شيء عليها. لأن هي مبينة في سيستم يبين. لأن الوزارة لما تروح تسجل عندها انت من وين شاري، في اجراءات عند وزاره الصحه بعد، انت من وين شاري يبين، حتى يبين انت شاري يعني شيء ستاندرد عشان يعرفون جوده المنتج الدول. نفسه. نعم. فعلا. طيب انا يمكن يعني حمد اعطانا مجال ايضا لسؤال مهم، هل كل دواء يحتاج لاله معينه؟ لا على حسب، اذا مثلا اي شيء ممكن يجي في الباك او يجي في القوارير نفس الآلة، لأن هي الآلة نفسها تتعقم، يمر عليها نعمل لها إجراءات التعقيم. يعني مثلا من محلول، لو بصنع مثلا دواء شرب، من كل محلول لمحلول في إجراءات التعقيم يأخذ له ساعة ونص. ساعة ونص للمكينة وللخط نفسه ولمكان التنكات اللي احنا نحضر فيها. يعني من كل محلول في إجراءات تعقيم. يعني ممكن الآلة الواحدة نستخدم فيها كذا دواء؟ طبعا الآلة أكيد. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. اكيد بعد هذه المعقمات تحتاج لها بعد بروحها مصنع، لازم لها مصنع، لان لو تشوف المعقمات تحتاجها كل ما بين لا دواء احنا ودواء. تعقيمنا جدا مختلف. احنا تعقيمنا اول حاجه الخطوط نفسها تعقم على درجه حراره 121. ايه. فنحط فيه ستيم بخار على درجه 121 ويتم يتنظف به. فإجراءات التنظيف تمر على فلاتر 2 مايكرو، يمر عليها، فلها إجراءات فيها التعقيم. الله يوفقكم إن شاء الله. حنا نقول بيض الله وجهكم،
والحقيقة أن يعني نتشرف بتواجد مثل هذه الشركة قطر فارما وصناعة أدوية إنتاج قطري وتستحق الدعم الحقيقة من الجميع، ونقول بيض الله وجهكم على هذا العطاء، وإن شاء الله تكون قطر فارما تكون ماخذة مبدأ الشمول في جميع الأدوية بإذن الله في المستقبل القريب إن شاء الله. الدكتور أحمد الصليط رئيس مجلس شركة قطر فارما، شكرا على تواجدك معنا في قناة الأيام البرنامج ترحيب. جزاكم الله خير. دكتور، احنا اذا خلاص الضيف نطلب منه يكتب على جدارية تتميم المجد، مبارك السعادة، جزء من شعورك ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها قطر، أثبت الشعب القطري حفاظه على مكارم الأخلاق بالرغم من الإساءات. وفي هذا الإطار نظم مركز قطر للعمل التطوعي فعالية شعب الأخلاق في مول قطر، من هنا نتابع هذا التقرير. حين سقطت كل الأقنعة، شهد العالم لأخلاق الشعب القطري الذي لم يرد على الإساءة بمثلها، ولم تفقده الإساءة ما تربى عليه من شيم أخلاقية. وفي تحية لشعب الأخلاق، نظم مركز قطر للعمل التطوعي فعالية مميزة في مول قطر وسط مشاركة جماهيرية واسعة. المبادرة هي أساسها هي تعزيز الأخلاق الحميدة، وكذلك حتى لو كان في سلوكيات سلبية يتم استبدال هذه السلوكيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الفعاليات أو المبادرات أو حتى الأنشطة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. سيدي صاحب السمو لما ذكر حتى في خطابه الأخير أثنى على هذا الشيء، وكذلك في خطابات أخرى أكد على أن الشعب القطري شعب ذي خلق، وكذلك يعني شيء أصيل فيه ونابع عن التربية الحسنة، الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم كشعراء نقدم واجبنا الوطني لظهور او لإبراز هوية المواطن القطري وأخلاقه، مثل ما أشاد سيدي سمو الأمير في خطابه ان الشعب القطري تصدى لهذا الحصار بأجمل أخلاق وبرقي الأخلاق. بالنسبة للقصائد حتى لو كانت يعني قديمة، كل ما يكتب في هذه الأزمة انا اشوفه يعني لابد ان يحتفى به، لانه يمس الوطن ويعبر عن الوطن. الكل متفاعل، شعب اخلاقي، شعب رزين، وهذا يدل على التعليم والثقافه اللي كانت هنا موجوده، ونحن نحيي هذا الشيء امانه كشعب عماني وكاف، يعني نحيي هذا الشيء اللي صار، وان شاء الله من افضل الى افضل امانه. يذكر ان هذه الفعاليه تأتي في إطار مبادرة خلقي التي أطلقتها مجموعة من الشباب واحتضنها مركز قطر للعمل التطوعي، وهي تهدف إلى تعزيز مكارم الأخلاق في المجتمع. هذه بلادي بالمواقف كبيرة، وكل لحظة تعدي بها صيت يزداد. قطر خلقها الله دولة صغيرة لأجل تكون فعلها أكبر بلاد. تحت
تحت عنوان في حب قطر، استضافت استوديوهات الحي الثقافي كتارا ورشة عمل الكتابة الإبداعية. تفاصيل أكثر بنشوفها عن هذه الورشة في هذا التقرير. بالتعاون مع مركز سيفنت هيفن للفنون، نظمت الفنانة القطرية حصة كلا ورشة عمل الكتابة الإبداعية تحت عنوان في حب قطر، حيث استمرت على مدى 3 أيام متتالية. طبعا تفعيل البرنامج الصيفي تفعيل واستثماره بشيء مثمر، كونه أغلب الناس طبعا ما سافرت، فالبرنامج الصيفي يكون مثري، وأيضا اللي زاد عليه إبراز قيمة حب الوطن بكذا نوع وبكذا فعالية. فمن خلال برنامج كتارة وبرنامج سيفنت هيفن تأكدنا، وكان الهدف المسمو لهذه الورشة هي الكلمات الإبداعية في حب قطر. وتهدف مثل هكذا ورش فنية إلى صقل المواهب الإبداعية عند الأطفال وتنمية مواهبهم في مجالات الفنون البصرية، وللمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 في المجالين الثقافي والفني. نبقى في الإطار الفني، حيث ونتوقف مع تقرير عن معرض زوايا للمصورة القطرية مها راشد العذبة. بحضور مجموعة من المصورين والمهتمين بمجال التصوير الفوتوغرافي الضوئي، افتتح الدكتور خالد إبراهيم السليطي مدير عام الحي الثقافي كتارا معرض التصوير الضوئي زوايا للمصورة القطرية مها راشد العذبة، حيث تضمن المعرض 40 صورة فنية منتقاة لأجمل معالم دولة قطر الثقافية والتراثية. الجدير بالذكر أن هذه الصور كانت قرابة 300 صورة، ولكن تم تمحيصها واختيار 40 لوحة فنية متميزة لكل مرافق قطر المعروفة. ويتيح هذا المعرض الفرصة لتوثيق وتسجيل المعالم والمناطق الجمالية وتجسيدها في صورة فنية احترافية. عندي صور مجموعة كانت حلوة قديمة عن النهضة العمرانية، كملت عليها من شهر 11 لمدة 7 أشهر، طلعت 300 صورة، بس لأن أنا كنت حابة أنها تكون زوايا جديدة ما طلعت من قبل، بمساعدة الأستاذ علي النعيمي طلعت 40 صورة فقط من 300 صورة. أما الأماكن أكيد كلها معروفة، بس الزوايا جديدة، يعني أتمنى تكون جديدة للمشاهد. المعرض ما شاء الله جميل جدا الصراحة، إبداع من الأخت مها راشد العذبة، وهي من الفنانات ما شاء الله عليهم الناشئات في هالمجال، والصراحة في أعمال كثيرة يعني الواحد يوقف عندها، من إبداعها، من جمالية الصورة، من التقنية المستخدمة أيضا في التكنيك في التصوير، في الإضاءات المختلفة، وهذا الصراحة ينبع عن ثقافة بصرية عالية. ويعمل المركز الشبابي للهوايات على تنمية إبداعات الشباب القطري وإبراز هواياته من خلال مجموعة من الأنشطة الإبداعية المتنوعة التي تنظم بشكل مستمر على مدى العام. شكراً للمصورة القطرية مها راشد العذبة على هذا الإبداع، والحقيقة أنه لفت النظر العديد من الصور الموجودة في المعرض، وكذلك الرقم كبير حمد 300 صورة موجودة في لا ومبدعة هي بعد، لا مبدعة، الله يوفقها إن شاء الله، اللهم آمين. ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر في إطار توطيد العلاقات والتعاون بين العناصر الفعالة في مجال الثقافة البيئية. وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية. للمزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. We'll be right back.
وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مذكرة تعاون مع رابطة شبهانة البيئية لتعزيز دور التوعية بأهمية التنوع البيئي واستنبات واستزراع النباتات والأشجار البرية. طبعا هذه الرابطة يقوم عليها نخبة من الشباب القطريين المحبين للبيئة القطرية. تهدف طبعا هذه الاتفاقية إلى زراعة، طبعا هم بادين كأول مشروع لهم زراعة نبتة السمرة، وهذه نبتة طبعا متواجدة في البيئة القطرية بشكل كبير، وهي نبتة تتعايش مع جميع الظروف الصعبة في البيئة، فإن شاء الله سوف نكون لهم داعمين. الاتفاقية عمرها سنة وقابلة للتجديد، راح يكون من خلالها تعاون واستشارات بالإضافة إلى معرض إن شاء الله بيئي نعمل على تحقيقه إن شاء الله في نهاية هذه السنة، ومن خلاله راح نستعرض أحد أهم الحملات اللي تقوم بها الرابطة اليوم، وهي سمرة شجرة قطر الوطنية. راح نستعرض في من خلال المعرض جميع مراحل هذه الحملة، وإن شاء الله نعدكم بحملة مميزة وموضوع ثقافي جديد بإذن الله. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر ومكافحة التصحر من خلال زراعة الأشجار المحلية وتعزيز السياحة البيئية وغيرها من الأنشطة والحملات التوعوية. نظم مركز بداية ملتقى حول البرامج والخدمات اللي يقدمها للمجتمع القطري، تفاصيل بنتابعها في هذا التقرير. نظم مركز بداية ملتقا حول البرامج التي يقدمها بالاشتراك بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال والتطوير المهني، من خلال توعيتهم بالمشاريع وكيفية بدايتها وتوعيتهم بالمهن والتخصصات المناسبة لهم. وشمل الملتقى عرض جميع البرامج التي ترتكز حول عام 2017 من خلال ما تم إنجازه في المنتصف الأول من العام، وعرض البرامج التي سوف يتم العمل عليها خلال الأشهر المقبلة. من منطلق أقوال سيدي سمو الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللي هو قطر تستحق الأفضل من أبنائها، فبشكل عام نحاول قد ما نقدر أن نجتمع كلنا تحت مظلة واحدة، سواء كانت شركات خاصة أو مؤسسات حكومية في الدولة، الهدف تطوير الشباب في مجال ريادة الأعمال وتطوير المهني. ويسعى المركز إلى دعم المجتمع القطري من خلال البحث عن سبل تعاون مع المهتمين في الخدمات التي يقدمها المركز وربط المستفيدين من هذه الخدمات والجهات الداعمة. وبهذا التقرير مشاهدينا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب بالإمكان التواصل معنا عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. ومتابعينا تقدرون تشاركونا عن طريق حساباتنا في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام، وما نذكركم سناب شات موجود. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، ونبقي تصويركم بعد حق أي فعالية في الدوحة، بالذات فعاليات جداريات الشيخ تميم المجد. في أمان الله، مع السلامة.